مكفعينا بصباحنا لليوم، ورح نروح للأمور التعليمية يلي بتهم شريحة كتير كبيرة من الأهالي والطلاب. موضوعنا اليوم رح يحكي عن دروس تعويض الفاقد التعليمي يلي بدأت في وزارة التربية بتعاون مع منظمة اليونيسف لتلاميذ منهاج الفئة ب في المحافظات كافة. شو المقصود فيها ومين هن المستفيدين ومين فينهم يستفادوا من هلأ؟ وبعدين رح نحكي أكثر مع الدكتور رامي الضلي مدير مديرية التعليم الأساسي في وزارة التعليم. صباح الخير دكتور رامي، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. أسعد الله أوقاتك. يعني بداية خلينا نشرح للناس شو عم نقصد بالدروس التعويض ومين اللي بيستفيد منها. نعم، أسعد الله أوقاتكم والسادة المشاهدين، وبداية الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحى الجيش العربي السوري. طبعا المقصود فيها للفئة بي هم التلاميذ ممن فاتهم التعليم وتجاوز سن القبول لمرحلة التعليم الإلزامي في البداية في 6 سنوات أو 7 سنوات، وبالتالي هم من سن الثامنة حتى سن 15. وهؤلاء لهم برنامج تعليمي بديل، وهذا البرنامج التعليمي هو تعليم متسارع، المقصود فيه دمج كل مرحلتين عمرية بمستوى تعليمي واحد خلال العام الدراسي الواحد. وبالتالي هؤلاء التلاميذ المقصود فيها هي الشريحة من سن الثامنة حتى سن 15 لم يتلقى أي شيء تعليمي، وكان هذا الأمر كبير طبعا بسبب وجود هذه الحالات لما نتج من حالات حدوث هذه الحرب الظالمة على بلدنا الحبيب. نعم، نحن بلشنا بشهر 11 من تموز. نعم، بلشنا الدورات التعويضية. نعم، لطلابنا. نعم، خلينا نحكي لأيمت رح تستمر وأيمت كمان رح اللي ما لحق يسجل كيف فيه. نعم، يسجل يعني، وبعدين بدنا نفوت بالتفاصيل الثانية. نعم، التسجيل لهؤلاء التلاميذ هو في كل موقع فيه تجمع لمجموعة من تلاميذ الفئة بي، وهؤلاء التلاميذ المقصود الآن في التجمع عندنا بكل منطقة 3 مدارس نضع فيها تجمع لتلاميذ الفئة بي بموقع متوسط. الآن أخذنا توزع جغرافي بحيث يكون في عندنا تغطية لعدد كبير من هذه المراكز اللي تجاوز عددها 387 مركز، والتجمع راح يكون عندنا التسجيل مفتوح لكل تلاميذ الفئة بي، وكل تلميذ يلتحق بدءا من 11/7، ولمن تأخر حتى الآن بإمكانه اليوم أنه يلتحق فورا يسأل وين المدرسة اللي موجودة عنده. على سبيل المثال بوسط منطقة في حي بأي منطقة في الجمهورية العربية السورية يسأل وين المدرسة الموقعها المتوسط اللي تم اختيارها كمركز، وأعلنت على هذه العناوين للمراكز أعلنت على صفحات كل مديرية، يعني كل مديرية يدخل الطفل اللي بده والده يعرف أنه وين بده يسجل ابنه فيتجه فورا إلى صفحة مديرية التربية اللي هو فيها فيجد عنوان المركز الأقرب له، حتى إن غير مركزه لا ضير، أيضا بإمكانه الالتحاق بأي مركز آخر في الجمهورية العربية السورية. نضيف مسألة أخرى أيضا، وهذه المسألة أن التسجيل مفتوح، يعني بدأنا ب 11/7، فكلما بكر التلميذ بالالتحاق يكون أفضل. الانتهاء راح يكون مع بداية العام الدراسي ب4/9 إن شاء الله، يعني بالرابع من أيلول لحين افتتاح العام الدراسي. وهذه هي دورة تعويض شيء من الدروس اللي توقفت بسبب جائحة كورونا. نعم، طيب دكتور خلينا نقول المراكز موجودة على مدى المحافظات السورية كلها. نعم. نحكي اليوم عن ما يقدم اللي رح يتم دمج سنتين بسنة واحدة. طيب نعم، هل هذا الشيء رح خليني أقول لك رح يخسر شيء هذا الطالب اللي بده يفوت على هذا المنهاج التعويضي ولا لا؟ رح ياخذ مثله مثل اللي هو اساسا ماشي بسنه هو اساسا رايح عليه سنوات كثير يعني. نعم، لا بالعكس، هو لن يخسر، هو سيستفيد، خاصه ان كل مرحلتين صفيه تدمج في مستويين في مستوى واحد تصبح. كيف يعني؟ انا عندي الصف الاول والثاني في المستوى الاول، والثالث والرابع في المستوى الثاني، والخامس والسادس في المستوى الثالث. في المرحله التعليم الاساسي الحلقه الثانيه للسابع والثامن هنالك المستوى الرابع، وبالتالي كل فصل يعادل عام دراسي. في كل فصل يجتاز صف من الفئة النظامية. بس متى هو وصل؟ لما بينجح نعم، بأنه سنة بينجح؟ عندما ينجح ويصل مثلا السابع ولا بينجح بالثامن؟ نعم، عندما ينجح ويصل إلى مستوى المطلوب العمري من أقرانه
يعود الى التعليم النظامي الاساسي والتعليم الالف النظامي. التعليم البي الان هنا انا وفرت لك فرصه اتاحه تعويض ما فاتك من زمن وايضا تعويض بتكثيف المنهاج والمواد الرئيسيه. طبعا نركز فيها على المواد راح نتحدث فيها بعد قليل، وبعد ما نوضح ايضا نقطه بسيطه ان هذه الدوره المطلوب من كل تلاميذ الفئه بي الالتحاق فيها من الناجحين او حتى ممن علقت علاماتهم، لانه لسه ما في عندي رسوب الى الان، في عندي تعليق علامات لمن تاخر في الالتحاق، فاحنا الاستقبال موجود بشكل دائم خلال مده الدوره. اضيف الى مساله ان هذا الموضوع في ايضا نوع من مبدا ماذا تقدم؟ تقدم جانب التعليم لمواد راح نتحدث عنها هي الاهم، لكن ايضا في عندي جانب تعويض مادي يمنح لكل طفل بالاتفاق مع اليونيسف، وهذه الدورات بالتعاون مع شركاء هم منظمات عالمية ودولية تساعد على تقديم هذه البرامج الداعمة للأطفال. فمنظمة اليونيسف هذا البرنامج الآن بالتعاون معها، وهذه الدورات هي بالتعاون والتنسيق معها. نعم، بفصل الشتاء نحن بنراعي طلابنا بالتدفئة، ولكن بفصل الصيف والحر الزائد ويمكن في كورونا رجعت هلا من اول وجديد. نعم. خلينا نحكي كيف الاجراءات اللي عم ناخذها من الجو الحار. نعم. من كمان الصيف بيبقى غير صحيح. الشتويه انه الصيف للعب وللتسالي ضربات شمس ربما يتعرضها الطفل. طبعا لهذا الجانب وزاره التربيه وبتوجيه كريم من السيد الوزير متابعة من زملائنا في الميدان، لأنه هذه الدورة تقام بالتعاون ما بين مجموعة من المديريات ضمن الوزارة، ومديرية الأساسي هي محور منها، لكن في عندنا أيضا زملائنا في مديرية التخطيط وفي مديرية الصحة. فزملائنا في الصحة في كل مديرية تربية هنالك فريق عمل يبدأ من رئيس دائرة الصحة المدرسية وصولا إلى أي شخص موجود في الكادر الطبي في دوائر الصحة المدرسية، والغاية منها هي تطبيق البروتوكول الصحي. ما طبق في البروتوكول الصحي في بداية العام الدراسي يطبق الآن في الدورة الصيفية، إضافة إلى إجراءات أخرى احترازية. تم هذا الأمر بالتعاون مع زملائنا أو المنظمات الداعمة أيضا في اليونيسف من خلال تقديم حقائب قماشية داعمة صحية وإسعافية، ومن خلال تأمين بعض المتطلبات الصحية والأدوية والمواد الإسعافية العلاجية البسيطة، إضافة إلى تأمين مواد أيضا تساعد الطفل في توزيعها في الحقائب التي تم توزيعها للأطفال، وسيتم توزيعها لكل طفل يلتحق فورا بالدورة مع قرطاسية كاملة. وجدت أيضا هذه المواد الصحية من معقمات وكمامات، إضافة إلى حتى جانب أن الوضع الصحي للدوام يتناسب مع المدة، فالدوام ليس طويل، وقت مبكر صباحا يعني 8:45 يكون التلاميذ كلهم بالمدارس، 8:00 تبدأ الدروس، الانتهاء يعني في وقت مبكر في الساعة 12:00 يكون منتهي كل شيء قبل ما يبدأ اشتداد الحر. فهذه كل الإجراءات الصحية أخذت بعين الاعتبار. كيف عم يصير تبريد القاعات؟ تبريد القاعات وضعنا في كل قاعة صفية مروحة. نعم. في كهرباء عم يكون لتشغيل هاي المروحة ولا هي على البطارية؟ هلا هذا موضوع الكهرباء يعني خارج نطاق عملي. فموضوع الكهرباء متوفر عندنا طبعا بالمدارس، كل مدرسة فيها كهرباء حكما، كل مدرسة عندنا. حتى المدارس اللي ما يتأمن فيها كهرباء بسبب انقطاع التيار الكهربائي، في بعض المدارس عندنا فيها مولدات بديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي، لازم لكن في مدارس لا ما فيها مولدات. لازم نطمن على البيئة الصحية. نعم. الصحيحة لحتى. نعم. ما نلوم الأطفال يعني كمان صيف وشوب ودرس. نعم. صحة أبنائنا هي أكيد. اعتبار أساسي وهام يأتي قبل كل شيء. أكيد. طيب خلينا نحكي دكتور، هي مو أول سنة تبلشوا فيه المشروع التعويض طبعا الفاقد التعليمي، النتائج السنة الماضية أو اللي قبلها كيف كانت، وقد عم تشوفوا فعلا في عم يستفيد الطلاب من هذا الفاقد التعليمي، وخصوصا اللي خسروا سنوات من عمرهم. نعم. بسبب الحرب ببعض المحافظات اللي كان هاي الأعمار ما عم يقدروا طبعا يتواجدوا بالمدارس بسبب التنظيمات الإرهابية. طبعا التعويض للمرحلة اللي صار فيها بسبب جائحة كورونا هي في فترة مؤقتة اللي صار فيها توقيف للعام الدراسي، وتحديدا بدءا من 5/4، وبالتالي فات لتلاميذ أي مستوى تعليمي نصف العام الدراسي عنده من مادته، لأنه هو قلنا كل فصل يعادل صف، وبالتالي صار في عندنا ضرورة بالقيام بدورات تعويضية. هذه الدورات التعويضية هي أكثر من موضوع تعويض فاقد تعليمي، بل هي دورة تعليمية متممة ومكملة حتى للعام الدراسي. الراسب
من تلاميذ الفئة B ويلتحق بهذه الدورة يتقدم للامتحان وينجح ويرفع إلى المستوى الآخر. نعم دكتور، يعني أعطي فرصة بالتنسيق هذا وبالتعاون مع اليونيسف أن يعطى فرصة للنجاح، حتى يكون في عندي أنا تشجيع للتلميذ. أنا طيب إذا راسب أنا شو بدي أستفيد؟ صح. وبالتالي ليس الناجح فقط، الناجح هو الشرط ضروري أنه يكون موجود معنا، وأستدعي كل التلاميذ وبتم إبلاغهم عن طريق إدارات المدارس ومعلمي الصفوف. لكن أيضا الراسب ركزنا عليه للاستفادة من الجانب العلمي لتعويض ما فاته وإمكانية النجاح من خلال تقديم الامتحان، فمن ينجح في امتحان هذه الدورة يرفع إلى المستوى الأعلى. نعم. وهنا النقطة الهامة في هذه الدورة. نعم، نحن أكيد بدنا نتشكر كل الجهود المبذولة يلي عم تراعي الظروف الصعبة يلي عم يمرقوا فيها طلابنا. ولكن بالختام دكتور رامي، خلينا هيك نقول يعني سوريا بتتعمر بعلمها بشبابها بالجيل الجديد. نعم. يلي عم يطلع أكيد. خلينا نحكي اليوم دورنا رسالة. نعم. هدف منحب نقوله لكل الأهالي يلي ما قبلوا يبعثوا أولادهم على الدورة يلي هي فرصة من العمر، في أبناء تانين بيعتبروها هي فرصة عمر. أشكرك على هذا الجانب، خاصة أن هنالك كثير ممن يعزف عن موضوع تعليم الفئة B يعتقد أنه هو تعليم غير نظامي. لا، هو تعليم نظامي لكن تعليم بديل للمرحلة الأساسية حتى نعوض الفاقد العمري والتعليم اللي راح على التلميذ، وبالتالي هي فرصة حتى نوصله لأقرانه. يعني اللي يتم المستوى الرابع عندنا خلص، يعني الصف الثامن النظامي يدخل فورا على امتحان الصف التاسع وبالتالي يعوض ما فاته من عمر ومستوى تعليمي. ايضا نضيف لها مساله اخرى، ان المواد التعليميه فيها مواد اساسيه تركز على منهاج اللغه العربيه اللغه الانجليزيه وايضا الرياضيات والعلوم، اضافه الى مواد اخرى ترفيهيه. يعني وجدت بالتنسيق مع زملائنا باليونيسف مشكورة ان يكون هناك مواد ترفيهيه مثل الرسم الموسيقى والرياضه. المستوى الرابع نعطي أيضا اللغة الفرنسية، وبالتالي أنا أتوجه بدعوة لكل الأهالي وأولياء الأمور أن يقوموا بإرسال أبنائهم ممن فاتهم قطار التعليم أو صار في عنده نوع من التأخر ألا يخجل من موضوع العمر، فهنالك كثير من زملائه راح يلاقي من مستوى عمره وأيضا من مستوى التعليم اللي هو صفر لسه ما تعلم فيه أو عنده تعليم بسيط، لكن يعوض هذا الفاقد كله من خلال منهاج الفئة B ومن خلال هذه الدورات الصيفية. فكل الراغبين بالالتحاق، وخاصة أن الرقم وصل إلى رقم جيد، وصلنا لحد نهاية الدوام يوم أمس بإحصائيتنا للتعليم الأساسي 46,647 طالب عفوا تلميذ ملتحق في هذه الدورة. ما شاء الله. نتمنى إن شاء الله الالتحاق الأكبر، فهؤلاء هم جيل المستقبل، هم من يبني سوريا وهم من يعمر سوريا إن شاء الله. أكيد، وبنتمنى التوفيق لكل الطلاب اللي كانوا بالمرحلة. نعم. الأساسية بتعليمهم أو حتى اللي انضموا. نعم. بالفاقد التعليمي. لا ننسى أيضا الشكر للعاملين في اليونيسف بالتعاون معنا في وزارة التربية لقيام بهذه الدورات وما قدموه أيضا. وهنالك أيضا الجديد في هذه الدورة، هنالك أيضا مسابقة لأفضل معلم في أبي، وهنالك أيضا لدينا مسابقة لأفضل مدير مدرسة تلاميذ في أبي، والمسابقة فيها إن شاء الله مكافآت مالية مجزية أيضا، إضافة إلى أن التلاميذ اللي إلهم ترتيب غير الراتب الذي سوف يتقاضونه من خلال الدورة، طبعا كل التلاميذ راح يكون في إلهم تعويض إن شاء الله، إضافة إلى الحقيبة والقرطاسية مع المعلمين. كل معلم أو مدير مدرسة أو إداري يلتحق بهذه الدورة للإشراف عليها أو التدريس فيها أو تلميذ يدرس فيها له تعويضاته الكاملة إن شاء الله. إضافة إلها راح يكون في إلهم حقائب وقرطاسية، حتى المعلمين في إلهم أيضا مجموعة من المصنفات والقرطاسية الكاملة لكل معلم. وقدمت أيضا اليونيسف حقائب أخرى داعمة أيضا، هذه الحقائب راح تكون لمدارس الفئة B، حقائب تعليمية وحقائب أيضا إبداعية، حقيبة قماشية تكفي لكل مدرسة بما يعادل 90، المدرسة اللي فيها أكثر من 90 تلميذ تقدم له حقيبتين أيضا إبداعية. وبالتالي أقول إن شاء الله هي دورة فيها فرصة غنية لكل التلاميذ الفئة B يعوضوا ما فاتهم، وأيضا فيها تعويضات جيدة إن شاء الله. توفيق لكل طلابنا وكل الشكر للجهود المبذولة. شكرا كثير لك دكتور رامي، وأهلا وسهلا. نشكركم، نشكر التلفزيون العربي السوري القناة الإخبارية المحببة اللي تساعدنا دائما على الحقيقة على تسليط الضوء على جوانب هامة في وزارة التربية. أكيد، شكرا لك. أشكركم.